خلينا نشوف. انت من امتى بتودي له الاغراض؟ من 3 شهور. شو ها؟ يعني 3-4 شهور سيدي. وما لاحظت عليه شيء غريب؟ عفوا يعني شيء غريب مثل شو سيدي؟ شوفوا لك هون عمنا بالعاده نحن اللي بنسال، انت بتجاوبه بس، فهمانو لك؟ فهمان سيدي. امبارح واليوم طلبوا شيء طلبات غريبة؟ لا. متأكد؟ يعني عفوا طلبات غريبة مثل شو سيدي؟ خاموش حمار! لك هون نحن اللي بنسأل أنت بتجاوب بس، فهمانو لك؟ بسم الله، إيه فهمان سيدي. ركز منيح وفكر مليون مرة قبل ما تجاوب على هالسؤال. فكر ها؟ لا جاوب بسرعة. طلبوا شيء من عندك بهاليومين نودلز. شو صار معك؟ مليون. لك هلا جاوب. طلبوا سيدي والاعلان نكت الملوخية. بس خالصي. يعني فيني يروح سيدي؟ طبعا. بس بدنا منك خدمة صغيرة. خدمة شو سيدي؟ لك العب شو جحش. لك هون عنا نحن اللي بنسأل بس. فهمانو لك؟